السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكوني بخير. ايه ده انت كل مرة تلبسي الجلافز لما تتضايقي؟ احنا النهاردة مش عايزين نضيع وقت خالص، داخلين كده على طول بنلبس الجلافز. جايبة لنا النهاردة ايه يا سارة؟ جايبة لك النهاردة بقى حاجة حلوة تستاهل قلبك، تستاهل بقك. بصي حاجة مفيش أحلى ولا أسهل من كده. جايبة لك النهاردة حلو يجنن وسهل وسريع واقتصادي وكل حاجة. أنا عايزة أقول لك إن بكوباية وربع دقيق شوية زيت صغيرين وهنقول مثلا كوباية سكر هنعمل مع بعض صينية. الصينية دي والله الصينية دي، الصينية دي هتعمل معاكي كمية حلوة محترمة من الجاتو. ايوه الجاتو، هنقول مثلا جاتو شاتو، هنقول مثلا طواجن السعادة. النهاردة جايبالك حاجة كده سهلة قوي وجميلة قوي، جايبالك النهاردة طواجن السعادة، جايبهالك بطريقة سهلة وسريعة والطعم مفيش كده. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ اول حاجه على طول هنقول المقادير وبعدين ندخل على طريقه التحضير. عشان نعمل طواجن السعاده هنحتاج للطبقه الاولى. الطبقه الاولى هنحتاج ايه؟ كوبايه لربع من الحليب الدافي، كوبايه سكر، نص كوب كاكاو خام، نص معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، كوبايه زيت، 2 حبه بيض، معلقه صغيره فانيليا، وربع كوب حليب، كوباية وربع دقيق متعدد الاستخدامات، ورشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع كوب ماء مغلي. بس كده، ايه رأيك؟ انا عايزة اقولك دي طبقة الاولى والاخيرة في نفس الوقت. انت هتشوفي دلوقتي يعني المقادير دي مكونات الطبقة الاولى والاخيرة كمان. طيب الطبقة الثانية هنحتاج لربع كوب سكر، نص كوب ماء بارد جدا، ورشة فانيليا، ونص كوب بودرة كريم شانتيه، وثلاث معلقة لبن دافي، ومعلقة صغيرة عسل نحل، والتزيين بقى حسب الرغبه. ساره انت قلتي ان انت هتعملي طواجن السعاده بالشوكولاته او جاتو شاتو شوكولاته، فين الشوكولاته؟ هنا بقى المفاجاه، مفيش شوكولاته. يلا بينا نشتغل وانت هتشوفي كل حاجه. بصي بقى يا ست الكل، اول حاجه هنجيب الكبه الجميله بتاعتنا دي، كبه، خلاط، اي حاجه الموجود عندك ونشتغل على طول. هنحتاج اول حاجه كوبايه الا ربع من الحليب، اهو الحليب معايا اهو. يلا بينا. وهنحتاج عليها كوباية سكر. بصي بقى عشان الوصفة تكون معاكي ناجحة ومتكاملة، تجيبي كوباية، عارفين مج الشاي اللي موجود في كل بيت ده؟ هاتيه معاكي وعيري بيه كل المقادير. الكوباية اللي هتعيري بيها السكر، نفس الكوباية اللي هتعيري بيها الزيت، نفس الكوباية اللي هتعيري بيها الحليب والدقيق، كل حاجة. يلا بينا، ضفنا كده كوباية الا ربع من الحليب وعليهم كوباية من السكر، ونعمل ايه بقى؟ نشغل. تمام، معايا هنا القهوة وهنا، ونجهز جنبنا كل حاجة كده علشان ما نضيعش وقت. وادي كمان الزيت. بس كده، بمجرد ما السكر يبتدي يدوب كده جوه الحليب هنضيف نص كوباية من الكاكاو الخام. كاكاو خام بقى، وخلي نوع كده نضيف، في أنواع كتيرة في السوق لكن ده خام من عند العطار، بيكون حلو قوي، بيدي نتيجة هايلة. نص معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وما تخافيش مش هتسهرك، والله مش هتسهرك وتسهر الولاد. يعني هي نص معلقة صغيرة دي مش بتدي أي تيست، ملهاش أي طعم خالص ولا أي تأثير، الموضوع كله إنها بتقوي وتعزز طعم الشوكولاتة. يلا بقى كده ونشغل الخلاط. زي ما قلت لك، خلاط ماشي، عجان ماشي، مضرب ماشي، كله ماشي، مفيش حاجة هتقول لك لأ. تمام كده، هنجيب بقى سباتشيلا، اي حاجة هتشتغلي بيها لازم تكون نظيفة وناشفة، اي حاجة. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ هننزل الجوانب كده. انا عايزة اقولك ان الطريقة دي لأحلى صوص شوكولاتة. يعني دلوقتي احنا بنعمل صوص شوكولاتة جبار، وهتشوفي دلوقتي معايا الموضوع قد ايه سهل وبسيط ونتيجته هايلة. بصي بقى، نشغل. معايا هنا كوباية الزيت، سرسوب سرسوب، بصي سرسوب بسيط كده. ايوه 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 كده. هناخد بس المعلقه دي عشان ندهن بيها الطاجن اللي احنا هنستخدمه. بس كده، ايوه كده. معانا بقى الكوبايه اللي هناخد منها الكلام ده. نعمل ايه دلوقتي بقى كده؟ اتكون معايا الصوص خلاص، يا نهار ابيض على الجمال والحلاوه ما شاء الله. بصي انا عايزه اوريكي هنا، بصي صوص الشوكولاته في كده. بصي بقى، تقدري تزودي شويه حليب عشان يكون معاكي اقوى من كده، يعني
سايل شويه عن كده لو انت مش عايزاه بالشكل ده، بس انا هشتغل في الهواء وعايزه الصوص معايا يكون ايه سايب كمان شويه، فهضيف كمان شويه حليب كمان، يعني هضيف شويه حليب كمان كده. بصي اهو، ونكمل عشان القوام معايا يكون اهدى شويه. زي ما قلت لك حطي جنبك الحاجه بالمعايير زي ما انا قلت لك هتطلع معاكي هايله. اطمن كده حلو كده، بس انا برضو محتاجه شويه حليب كمان. ثانيه كده هجيب حليب. زي ما قلت لك لو معايره كل المقادير بتاعتك كويس مش هتعطلي. بس كده تمام تمام. ايوه كده. نعمل ايه بقى؟ نجيب بقى شويه كده. عايزه اقول لكم انا برضو استقليت في الاول كميه الحليب، انا كنت متاكده ان دي نص كوبايه مش ايه مش كوبايه. هنتقل شويه كده، هنقلب وندي كمان خفقه حلوه وكده الصوص معانا هيكون جاهز. في التوقيت ده بقى هدهن الصينيه دي زي ما انت شفتي حاجه بسيطه من الزيت ونقلبها كويس كده. ادهني كويس جدا كده الصينيه بالزيت. اقول المقادير تاني؟ عينيا انتوا تأمروا. بصوا عملنا ايه؟ جبنا، الموضوع سهل وبسيط، جبنا الكبه بتاعتك الخلاط بتاعك، هتضيفي فيها اول حاجه كوبايه الا ربع من الحليب، والحليب يا ريت يكون دافي. هتضيفي كمان كوبايه من السكر وتضربي كويس قوي الحليب مع السكر، بعدين هتنزلي على طول بنص كوبايه من الكاكاو الخام ونص معلقه صغيره من قهوه سريعه التحضير، تضربيهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هتنزلي بكوبايه من الزيت. دي بالنسبه للمقادير الاولى. بعدين هنضيف حبتين من البيض، وهنضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا البودر او معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وهنضيف كمان كوبايه وربع من الدقيق. بس كده عايزه اقول لك ان هي دي المقادير الكيك بتاعنا بالطبقه الاولى. هنحتاج كمان ربع كوب ماء دافي ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. هي دي المقادير. اقول كمان مقادير الطبقه الثانيه، ربع كوبايه من السكر ونص كوب ماء بارد جدا، نص كوب بودره كريم شانتيه، رشه فانيليا، ثلاث معالق لبن دافئ، ومعلقه صغيره من عسل النحل. بصي الموضوع بسيط وسهل ازاي. يلا بينا كده الصوص معانا بقى جاهز وزي الفل. انا عايزه اقول لك الصوص كل ما سبتيه كل ما بيتقل. انا كان معايا الكوبايه اهي، الكوبايه بس لازم تكون ناشفه، فهنزل منها الحليب وانشفها عشان ايه؟ اوعي تنزلي صوص في اي حاجه مبلوله، غلط خالص، لازم تنشفيها كويس جدا وتبداي تستخدميها. تمام كده؟ يلا بينا. حلو كده. بصي بقى ادي معايا الكلام اهو. بصي بقى الصوص بتاعنا ما شاء الله جميل وزي الفل. احنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد كوبايه واحده بس من الخليط بتاعنا. شايفه انا عامله المعيار ازاي عشان ابقى عارفه انا اخدت ايه؟ كوبايه واحده بس. وبعدين هتعملي ايه بقى؟ هنكمل المكونات. عايزه اقول لك طواجن السعاده دي انا عملتها من سنتين، من اول يعني بدايات ظهوري على السوشيال ميديا، كان بقالي سنه كده عملت الوصفه دي، كنت بره انا وماما واخواتي وجالنا الاكواب دي. انا ميزت طعمها ان الصوص اللي فوق ده مستحيل يكون صوص كريمه متدوب فيه شوكولاته. عرفت طبعا متكون من ايه مع الطبقه الثانيه مع الطبقه الاولى، روحت البيت وظبطتها وطلعت بالطواجن دي. انا عايزه اقول لك ان انا عامله معايا هنا نسخه بس لسه ما زينتهاش، عايزه ازينها معاكم، ومجهزه كمان اللي هندخله الفرن. بصوا مجهزه لكم كل حاجه، احنا عايزه اقول لكم خربين الدنيا. بصوا بقى معايا هنا الفانيليا والبيض، يلا تعالي كده معايا على الخلاط. بصي بقى ادي حبه البيض ادي، يعني خدنا من الخليط ده كوبايه واحده بس اللي هي دي، دي بقت معايا صوص شوكولاته. وهننزل في باقي الخليط على ايه؟ بالظبط كده حبتين البيض ورشه فانيليا. وهنعمل ايه؟ هنضرب الكلام ده مع بعضه كويس جدا.
الموضوع سهل وبسيط جدا. هنجيب بقى بولة، والبولة لازم تكون نظيفة ونشفة. انا بس عشان القوام ده يكون معايا 100 100 هدخله الفريزر يعني واحنا شغالين. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا ست الكل؟ هنجيب بقى البولة النظيفة الناشفة دي وهننزل بكوباية وربع من الدقيق. تمام كده؟ كوباية وربع من الدقيق ومعلقة واحدة بس من البيكنج باودر. يعني دلوقتي يا سارة أنا مش بميز، أنا عندي كيس البيكنج باودر. أستخدمه كله؟ لا، مش تستخدميه كله. معلقة واحدة بس كبيرة من البيكنج باودر على كوباية وربع من الدقيق ورشة الملح بس كده. ونجيب بقى الاسباتشولا بتاعتنا أو الويسك، مضرب يعني اليدوي، وناخد بقى الكلام اللي في الخلاط ده. بصي بقى الموضوع قد إيه سهل وبسيط. معانا تليفون. ألو. ألو، ازيك يا شيف سارة؟ عاملة إيه؟ ازيك يا نانسي؟ عاملة إيه؟ بصي أنا بحبك جدا. يا روحي أنا. عايزة أقول لك إيه، تسلم إيدك بجد على السعادة اللي أنت عملتها لنا دي. يا روحي تسلمي لي. تسلمي بجد، أنا والله بس أشكرك وبقول لك بجد تسلم إيدك قوي، وإن شاء الله هجرب كل اللي أنت بتعمليه ده. حبيبتي أنا عايزة أقول لك بقى جربيها. عايزة أقول لك بجد الطاجن بره يعني آخر مرة جبناه كنا قاعدين كده في كافيه والولاد طلبوه كان عامل 70 جنيه. أنا عايزة أقول لك إن الوصفة كلها مش هتعدي 90 جنيه وهنعمل كمية. لا لا، تسلم إيدك وبجد بتوفري لنا كتير قوي. حبيبتي تسلمي لي. طب مش عايزه اي حاجه اعملها لك مخصوص يا نانسي؟ ده انا بس محتاجه ان انا اشوفك على طول. يا روحي انا تسلمي لي. حبيبتي تسلمي لي بجد يا ستاره، شكرا ليكي. ايه المكالمه الحلوه دي؟ عايز تسلمي لي يا روحي. كلمينا تاني وتالت ان شاء الله. اكيد هرجع لك تاني. بصوا بقى عشان نشتغل احنا كده خلاص هنضيف بقى ايه؟ ربع كوبايه من الميه المغليه، الميه لازم تكون مغليه، ربع كوبايه ونقلب تاني كده. سارة ميه مغليه ازاي وانت ضايفه بيض كده هيبقى معاكي اومليت؟ خالص الكلام ده مفيش، الكلام دي كلها اشاعات. بصي ميه مغليه وانزلي كده كده معاكي قوام الكيك بقى بسم الله ما شاء الله عليه هايل. بصي بقى تقدري تعمليه في طواجن صغيره، اطباق صغيره، وكل واحد يمسك الطاجن بتاعه زي بالظبط كده. انا لسه ما زينتش، انا هزين معاكم. بصوا لو دي هتعمل لك 10، لو المقاس ده هيعمل لك 10. بصي كمان معايا هنا ده تقدري تعملي من الطاجن ده هيعمل لك مثلا نقول من 6 لـ 7 لو الطاجن ده. بصي حابه بقى تضيفيه في طواجن تمام، حابه تعمليه في صينيه واحده كبيره تمام، اللي انت عايزاه. بس انا بعمله في طواجن عشان تبقى طواجن استعاده، لكن عشان وقت الحلقه هنعمل زي ما انتم شايفين كده ايه في صينيه واحده كبيره. ما شاء الله يعني بيطلع كميه جميله جدا كده. تمام، هنجيب بقى الاسباتشولا وننزل هنا. الو، معايا تليفون. مساء الخير، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ مساء الفل، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله تمام. انا بحب حضرتك جدا والله ومتابعك على الفيسبوك، يعني انا بشحن النت عشان حضرتك مش اكتر. احبك الله، اهلا وسهلا. ربنا يخليك، يعني انا بستفاد منك والحاجات الحلوه دي، ان انا ولد اهوت وبحاول اعمل اكل حلو زي حضرتك كده بالظبط. طب والله مبسوطه. وعملت الاندومي اللي هو عملت الاندومي من مكرونه تحفه، تسلم ايدك. الف هنا وشيف، عملتها؟ ربنا. جربتها طبعا، شفتها على الفيسبوك وجربتها، كانت تحفه. الف هنا وشفا. وشكرا، يعني مش عارف اقول لك على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي. تسلم يا محمد، تسلم والله مبسوطه. حاجات حلوه ومفيده بدل الاندومي والحاجات اللي انت عملتيها الحلوه دي. عينيا. ربنا يخليك. عينيا، انت تؤمر يا محمد. انا اتشرفت بحضرتك ومبسوط ان انا كلمت حضرتك. وانا مبسوطه والله ان الشباب الجمال دول بيتابعونا وبيجربوا. والله كنت متردد ان انا ارن وكده، بس الحمد لله ان انا اتشجعت وقلت هكلم حضرتك. لا برافو يا محمد، نورتنا. مش عايز حاجه ثانيه اعملها لك؟ ربنا يخليكي، انت يعني كل حاجه بتعمليها جميله بصراحه. تسلم، انت اجمل. يعني انت عملتي كذا حاجه ما كنتش بحبها اول ما شفتها وعرفتها من يعني بطريقتك، كانت جميله بصراحه. تسلم يا محمد، كلك ذوق. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. كلك ذوق. ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده الكيك يعني مش مكمل. ايه ده اللي انت عاملاه ده يا ساره؟ ازاي الكيك يبقى مش مكمل كده؟ ما هو ده الكلام. تعملي بقى الكلام ده كده، تمسكي بصي تاني وعلى الفرن على طول بس كده. بصي بقى الموضوع قد ايه سهل وبسيط. طيب الفرن انا مشغلاه من 10 دقائق على درجه حراره 180، لازم الفرن يكون مسبق التسخين. دخل معاكي الفرن، حلو قوي كده. نعمل ايه بقى؟ هيطلع من الفرن هيكون قمر كده، شفتي حجمه قد ايه؟ ايه رايك بقى؟ هو ده الحجم المطلوب.
طب انت دلوقتي ضفتي ميه مغليه في العجين، الميه المغليه اللي احنا ضفناها في العجينه هتخلي الكيك معاكي رطب وهش، مش هيحتاج ان احنا نسقيه بالحليب، لو الكيكه بتاعتك ناشفه هنحتاج ان احنا نسقيه. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ الطبقه الثانيه اللي انا طبعا اتكلمنا فيها كتير وعملناها مع بعض بدل المره 10، طبقه الكريمه. هتجيبي مضرب اليدوي بتاعك او المضرب الكهربائي، واول حاجه هتضيفي فيه نص كوبايه من السكر على كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، تضربيهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هتنزلي بكوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام من عند العطار ورشه فانيليا، ويا سلام بقى كده لو معلقتين من اللبن البودر، هتضربيهم كويس هيكونوا معاكي احلى كريم شانتيه جاهز للطبقه الثانيه. يلا بينا. بصوا بقى في احلى من كده، يطلع معاكي بقى الكريم شانتيه ده. ده بقى اللي بيميز طواجن السعاده عن الجاتو شاتو. يعني دلوقتي جاتو شاتو يا جماعه بيبقى الطبقه الاولى الكريم، وبنضيف عليه طبقه الصوص اللي احنا عملناها ودخلناها الثلاجه عشان تجمد سيكه ونعرف نزين بيها، هو ده الجاتو شاتو. لكن احنا خليناه طواجن سعاده لما عملناه في الطواجن ونزلنا عليه بقى بطبقه الكريمه. بصي الكريمه بقى، ايوه الكريمه احنا بنجهزها على طول قبل الهواء عشان طبعا تقدري تفرديها باللي انت عايزه تفرديها بيه زي ما تحبي. انا في حاجات عاملاها طبعا. بصوا بقى اهم حاجه عشان ما يبص معاكي، اوعي تطلعي الكيك من الفرن وتشتغلي بيه على طول، لا هتبقى مشكله، هتبقى ازمه. لازم الكيك يبرد تماما وتبداي تحطي عليه الكريمه زي ما احنا شغالين كده. ما ينفعش ابدا الكيك يبقى طالع من بصي يبقى طالع من الفرن تحطش عليه الكريمه، هتلاقي الكريمه دي معاكي بتسيح وبتدوب والوصفه بتبوظ. الموضوع ليه ايه يا جماعه؟ بصوا في حاجه اسمها ايه، عايزه اقولها لكم، اسمها اصول. لكل حاجه اصول، هتمشي على الاصول هتبقى معاكي هايله جدا. بصي كمل من هنا، انا عامله ده كمان عشان التزيين، حابه اعمل لكم كده ايه حاجات حلوه كده تفتح نفسكم. واليومين بقى دول يومين امتحانات ويومين اعياد ومواسم، حابين ايه نظبط الدنيا خالص. لو انا من الاول كانت الكميه كلها كده ما كنتش استخدمت، بصي كده عشان ايه اخلي الطبقه كلها متساويه. بصي الموضوع سهل وبسيط ازاي، يا نهار ابيض على الحلاوه. عايزه اقول لك الصينيه دي لما تعمليها في البيت هتكلفك ايه، المقدار اللي انا عاملاه ده عمل معايا الصينيه دي ومعاها الثلاث طواجن الصغيرين ولادها دول. انا بحب كده اخلي كل حاجه ليها ولادها، نفس المقدار عمل معايا الطاجن ده وولاده دول. شفتوا الموضوع؟ اهم حاجه ولاده. فما شاء الله، يعني انا بحب الطواجن الصغيره، يعني جالك حد كل واحد بياخد الطاجن بتاعه على قده كده. الطاجن بتاعك انت بقى كليه على مرتين، يعني ما تاكلوش على مره واحده، كليه على مرتين علشان العمليه ما تبص معانا. وزي ما قلت لكم دايما الحلو نعمله في الويك اند مش طول الوقت. وبرده معانا الفقره الجايه دايما بيكون معانا الدكاتره والاخصائيين يقولوا لنا نعمل ايه في اللي احنا بنعمله ده كستات بيوت. دلوقتي انا واحده تعبانه وعامله وصفه حلوه، عايزه بقى ايه اتدلع كده واكل منها من غير ايه ما احس بعذاب ومن غير ما ابقى متضايقه. بصي منتهى البساطه اهو، بس كده. افترض ان احنا ندخلها الثلاجه شويه وننزل عليها بالطبقه الثالثه. هعمل الكلام ده برضو، بس انا محتاجه ادخلها الثلاجه على الاقل 10 دقايق وننزل بالطبقه الثالثه اللي احنا عملناها مع بعض. طبقه ايه؟ طبقه الصوص الجميل بتاعنا. تمام؟ وبعدين بقى بتكون معايا بالشكل ده لما بننزل عليها بالصوص. انا هعمل كل ده معاكم تاني، بس انا دلوقتي حابه ايه؟ ازين معاكم كده واوريكم. بصوا بقى حابه ايه؟ اعمل كده. عايزاكي تقولي لي بقى الطاجن الحلو ده هتجيبيه من بره بكام؟ بصي فراولايه قطعناها شرايح، هعمل لكم فراوليه عيني. بصي كده وبصي الجمال بقى. والله موضوع الفراوليه ده حسب السكينه لقيناها، اذا فهي الحرب. ما دام لقينا السكينه اذا فيلا بينا نعمل. بصي يا ستي، هجيبي فراوليه حلوه اهي عاديه خالص، وهتعمليها شرايح كده 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 كده، وبعدين هتروحي عاملاها كده. بصي الموضوع سهل وبسيط ازاي، وبقى معاكي احلى حاجه تزيني بيها. في النص عملنا كده، وعلى الاطراف ممكن تسيبيها، هي بصراحه مش بتحتاج لتزيين ولا اي حاجه. وممكن بقى تحطي روزتات خفيفه خالص، بصي كده
كده، ونحط على كل روزيتا نص فراولايه. عايزه اقول لك بجد الحلو ده هيعجب ولادك جدا، وهيعجبك انت شخصيه جدا، يعني هيعجبك انت جدا. يعني الموضوع ده كمان ممكن يعتبر تورته، يعني مش مجرد طواجن سعاده، ده احنا ممكن نعتبرها تورتايه يا جماعه. بصي شكله يجوع. اتي كده معايا اهو الفراولايه، بصي الجمال، بصي الموضوع كله مكونات، مفيش ابسط من كده ولا احلى من كده. والشكل زي ما انت شايفه، انت شايفه ايه بقى؟ قولي لي رايك. انا عايزه الحلقه دي اول ما تنزل على السوشيال ميديا تقولوا لي بقى ايه رايكم، وعايزه بقى النهارده صور تطبيقات كل مصر تعمل الجاتو شاتو. عايزه اشوف عمايل ايديكم الحلوه، شايفين يا جماعه قد ايه؟ شايفين مطبخ البلد بيقدم لكم الوصفات السهله يعني السريعه؟ بصي بس تعالى انت هنا كده، بصي سهله وسريعه والنتيجه يا نهار ابيض. اعملي بقى طواجن صغيره، اعملي بقى طاجن كبير، يعني مفيش اسهل من كده. بصوا كده، انا عايزه اقول لكم حاجه، اللي انا دخلته معاكم في الفرن ده انا هطلعه معاكم، هوريكم الكيك طالع قد ايه جميل ورائع. وبصي الجو شتاء، يعني هتطلعيه من الفرن سيبيه نص ساعه بس وتكوني جهزتي طبقه الكريمه وشلتي الحاجات اللي حواليكي وعلى طول اشتغلي فيه. يعني مش ان انا هقول لك تاني يوم او تالت يوم، الموضوع ابسط من كده بكتير، الموضوع اتفه من كده بكتير. ادينا عملنا وصفه سهله جدا، حلو غني، عايزه اقول لك ان هو غني، في حليب، في حاجات حلوه، بصوا الجمال، في حليب وفي حاجات حلوه، اكتر من رائع. مكونات بسيطه، كوبايه دقيق، كوبايه وربع دقيق، كوبايه زيت، حاجات بسيطه خالص. بصوا بقى ما كنتش عايزه اسيبكم خالص غير لما تشوفوا الجمال ده. هتعملي ايه دلوقتي؟ هنطلع فاصل صغير وترجعوا وانا بزين الصينيه الثانيه. فاصل ونواصل. شفتي بقى الطبقه اللي قلت لك عليها؟ مش قلت لك الطبقه الاولى هي الاولى والطبقه الاخيره في نفس الوقت؟ بصي لما دخلناها الفريزر 10 دقائق مسكت ازاي؟ عملنا بقى احلى جاتو شاتو، ولا شوكولاته ولا اي حاجه. انت بتبصي لي كده ليه؟ ومعانا دكتور ساره المهدي، عايزه اقول لكم ان هي يعني عماله تبص للكلام ده وتقول لي سعرات حراريه ملهاش اهل. اهلا وسهلا يا استاذه ساره، عامله ايه؟ الحمد لله، شرفتينا ونورتينا يا دكتور. تسلمي ايديك يا استاذه ساره. معانا النهارده دكتور ساره المهدي، اخصائيه التغذيه العلاجيه والعنايه بالبشره والشعر. ايه رايك؟ في عنايه اكتر من كده؟ لا خالص، احنا النهارده بنوجه الكلام ده للناس اللي عندها نهم السكريات. ايوه، بتتفرج على شيف ساره، تسلم ايدك. انا عايزه اقول لك الصينيه دي محدش بيقوم من عليها لما يخلصها. اللي بيحبوا السكريات بجد، صينيه البسبوسه لازم، انا مش هقوم من على الصينيه غير لما الصينيه تخلص. التورتايه، في حد ما شاء الله اللي عندهم حب او الاكل العاطفي اللي احنا بنقول عليه انا مكتئبه فباكل سكريات، انا عندي نهم اكل السكريات، فتلاقيهم قاعدين يعني هي الصينيه دي انا هقوم بيها النهارده. بالظبط كده. انت هاتيها بقى وانا اقول لك هنخس ازاي. ازاي؟ بكورس، يعني احنا هناخد كبسوله. انا لو كنت اعرف كنت اخدت كبسولتين قبل الحلقه دي. كبسوله؟ كبسولتين. ليه بس على فكره؟ طواجن وسكر على فكره. بصوا يا جماعه، معظم الحاجات دي انا محضراها في بيتي امبارح وعامله نفس الصينيه دي في البيت. بهلسي؟ طريقه هلسي؟ لا مش عاملاها بطريقه هلسي ولا اي حاجه، انا مش خلينا صراحه مع بعض. انا كنت بجهز الكيك ومجهزاه وبجهز الكريم شانتيه، فعملت صينيه للاولاد. انا حطيت لنفسي حرفيا قطعه قد كده، وعايزه اقول لك ان انا شبعت ورديت نفسي والحته كويسه. وبعدين عايزه اقول لك ان الصينيه اللي انت شايفاها دي كلها هي اي نعم فيها طبعا سكريات، بس مش بالدرجه اللي انت متخيلاها. الصينيه دي بيتعملوا معاها الثلاث اطباق دول بكوبايه زيت وكوبايه سكر، يعني انت نصيبك طالع معلقه زيت ومعلقه سكر. نصيبك ده لو انا فعلا هاكل قطعه. ما ما انا بتكلم على الناس اللي واخده الكرسي يا جماعه، انا مش بتكلم على الناس اللي واخده الكرسي هتاكل القطعه وهتقول لك انا شبعت. انا دلوقتي بتكلم على الناس اللي اخذت الكورس، الناس اللي واخده الكورس اوريدي هي هتاكل قطعه، مفيش حرمان، مفيش اي حاجه. انا عارفه ان هو مش احسن حاجه كصح، بس اكلت مع الولاد، وطبعا احنا كنا بقى بنتفرج على المسلسل وحطيت لكل واحد. وبعدين انت عارفه بقى الشتا بيموت في الموفي نايت،
طبعا. كل واحد بقى القطعه بتاعته كده في الطبق بتاعه. انا خدت كمان لنفسي قطعه، بس والله كانت قد كده، كانت لطيفه وطعمها جميل وما حرمتش نفسي من حاجه وما فيش زياده في الوزن ولا حاجه. انت شايفاني اتخنت النهارده؟ لا خالص، هو مش شايفان النهارده، بس هي اللي انت قلتيه معلومات صح قوي، ان انا اخد قطعه صغيره. فهي قالت ان نصيب القطعه معلقه زيت ومعلقه سكر لو هي طبعا على طول اليوم اوكي، مش هاكل الصينيه كلها. بس الكلام ده في حين ان انا واخده الكورس، لان اللي عندهم مشاكل في اكل السكريات وبيحبوا السكريات جدا مش هيعرفوا يبقى عندهم اراده غير الكبسوله اللي هتديهم الدفعه دي. صح يعني طبعا. المواد الفعاله اللي موجوده، احساس الشبع اللي عندك اصلا قبل ما تاكلي، يعني استحاله استحاله يا شيف ساره لو انت واخده الكورس هتبقي باصه للاكل بطريقه الشبع زي ما انت في الاول بتبقى عايزه اكل كل التورتايه. اه طبعا فرق كبير. صح؟ فرق كبير جدا طبعا. ايوه، لان الاحساس الشبع، احنا المواد الفعاله اللي احنا قلناها في كورس الاناسيليوم، في قشور الباسيليوم وفي قشور المانجا وفي فيتامين اي وسي واي ودال، بيشتغل على الغده الدرقيه الثايرويد جلاند، فهو بيحسن من نشاط الغده الدرقيه، فبالتالي بيفرز هرمون الثيروكسين، ده بيزود من سرعه الحرق وبيقلل كمان من، لو انا عندي امتصاص للدهون، لا انا بقلل امتصاص للدهون وكمان بقلل في الوزن. صح. فدي ميزه الكبسوله، لاني مرضى النهم او الاكل العاطفي دي للاسف عاده عامله زي الادمان بالظبط، انا بضعف قدام السكريات، بضعف قدام المخدر بتاعي، فهي نفس كونسبت كده ان انا مدمن السكريات، فان انا اتغلب على اكل السكريات او ان انا اكل بكميات قليله لازم مساعد خارجي. صح، عشان اتغلب لازم على ده لازم معانا مساعد خارجي، ما ينفعش لوحدنا، مش هنعرف، مش هنقدر. لا، وفي مشكله كمان في هضم السكريات، يعني عايزه اقول لكم في حاجه اسمها في الميتابوليك ريت او في علم الكيميائيات اللي موجوده في جسم الانسان، حاجه اسمها الميتابوليك ريت والانابوليك، وفي حاجه اسمها الجلايكونيوجينيسيس. يعني ايه؟ يعني كل ما بيزيد معدل السكر في الدم احتياج المخ للسكر بيزيد. لا هو بصراحه المخ بيحتاج السكر قوي. يا سلام بقى لو السكر ده يعني حاطين له لون بسيط كده فيبقى معانا سكر كده، وفي سكر اكتر من كده؟ ولا انت شايفه ايه يا دكتور سار؟ لا انا شايفه تشوكلت وشايفه سكر وشايفه كل حاجه حلوه بصراحه، بس انا فعلا لما عيني اكون متغلبه على الاكل، لا انا هقدر استوعب كم الكالوريز دي، او ان انا ما يبقاش عندي نهم انا هاكلها النهارده، بالذات بقى اللي يقول لك بقى كوبايه شاي بقى جنب الصينيه دي. انا هستناكي في الكواليس عشان نشوف الكلام ده. ما انا بقى كساره كشيف ساره هستنى دكتور ساره عشان نشوف في الكواليس هتعملي ايه في الكلام ده. انا مش حاجزه طاجن التواجد دي اروح عليها. انا هروح. قالت ايه بقى؟ قالت هروح بيه. ليه بقى؟ لان هي عارفه ان هي مش هتقدر تاخد اكتر من معلقه اتنين في الكواليس، مش هتقدر، فبالتالي بالزبط. ايه الباقي ايه؟ تضمن حقها هناك في البيت. اه يعني على مدار 3 4 ايام. بس عايزه اقول لك برده ان الكبسوله او الكورس فعلا يا شيف ساره بيديكي احساس، عارفه اللي هو كانه بيموع نفسك، يعني ما بتقدريش تكملي المعلقه الثالثه او الرابعه تاني من السكريات. صح طبعا. بتحس ان انت ضغطي، يعني هو يعني ما شاء الله الكورس بيشتغل على ميكانيزمين، اولا احساس الشبع انه بيملى المعده نتيجه الجيلاتين بارك اللي بتتكون من المواد الفعاله اللي موجوده وكلها طبيعيه وامنه، لو انا اي مريض مرض مزمن، ضغط، سكر، ارتفاع في الدهون الثلاثيه، ارتفاع في الكوليسترول، فهو امن تماما. بلس بقى ان انا كمان بيديني احساس غير الشبع، سد الشهيه مع زياده سرعه الحرق. فاكتر من قطعه انا مش هستوعب اكتر من قطعه، وهتلاقيني بصي انا واكلاها من باب الفضول ان انا عايزه اعرف طعم التورتايه اللي شيف ساره عاملاها ايه، ومن باب ان المخ عايز يشوف برده. بالظبط. لكن يعني الموضوع بقى ان انا تفاصيل عايز يشوف ويدوق ويتعامل برده الراجل. صح صح ولا ايه؟ صح. طب قولي لي بقى الكورس الجميل ابو اللي هو مكون من اعشاب وبيسد الشهيه وبيساعد على الحاجات الحلوه دي كلها، الكورس ده اسعاره ايه؟ عامل ايه؟ متناول الجميع زي الوصفه الحلوه اللي انا جايباها، الوصفه الجميله العظيمه البسيطه دي، ولا بقى محتاجين نعمل كارد بقى ولا نبيع كالي عشان نجيبه؟ طمنيني كده. لا لا ما تقلقيش، بصي انا دايما يا شيف ساره بقول ان احنا شعارنا ثلاث حاجات، اولا افضل النتائج، انا بنزل في الكيلوات بسرعه رهيبه جدا، اقل حاله نزلت 2.5 كيلو في اسبوع واحد، في حالات 3 و4 و5 كيلو. ايوه. فاسرع وقت في اسبوع انا بنزل، باقل تكلفه، بأعلى وأقوى الخصومات والعروض، وأهم حاجة بأفضل وأمن الطرق، لأن المنتجات كلها مرخصة من هيئة وسلامة الغذاء. دايما بقعد يا شيف سارة أقول لك أهم حاجة بتطمن المشاهد، مش إن أنا أقعد أحلف له أو شيف سارة تقعد تحلف له أو تقول والله صدقني، أو حتى إيفن لو شافوا الريفيوهات، اختار وزارة الصحة ختم النسر باسم المنتج. طبعا
ده مهم جدا طبعا. هو ده اللي بيدي ثقه وبيدي امان ليا انا وانا بتكلم عن المنتج وان انا اجربه. انا بخلي ناس كتير من اهل بيتي بيجربوا المنتج وماشيين على المنتج وخسوا كليوات كتير. والساده المشاهدين من حقكم ان انتوا تبقوا عارفين انتوا بتاخدوا حاجه مش مجهوله المصدر، موجوده طبيعيه، كلها مواد فعاله طبيعيه، مرخصه في وزاره الصحه، على العبوه مكتوب رقم التسجيل. معانا دلوقتي على الشاشه ده يا جماعه التصريح بتاع الكورس بتاعنا، لان تصريح الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، ودي اهم حاجه، مش اي حاجه كده. زي ما قلت لكم قبل كده مرات ومرات بقول لكم مش اي حاجه تاكلوها. انا دلوقتي مثلا معايا الكريز ده، يعني لا اعرفي العلبه بتاعته تاريخ صلاحيتها ايه، منشا ايه، مصرحه ولا مش مصرحه. مش اي حاجه ندخلها في معدتنا، احنا صحتنا مسؤوليه طبعا، وبنسمع عن بلاوي فنخلي بالنا طبعا. واهم حاجه ان الكورس بتاعنا معروف اصله ومعروف، الكورس بتاعنا معروف اصله وفصله، معروف هو ايه، صح ولا ايه؟ صح يا شيف ساره، صح. انا دايما بدعمك بالكلام ده، فعلا اهم حاجه تسجيل، بالذات بقى في المنتجات سواء الشعر، البشره، التخسيس، الدواء اللي باخده، اهم حاجه رقم تسجيل وزاره الصحه طبعا. ده اللي بيديني دفعه وامان واطمئنان ان انا المنتج ده فعال، غير ان هو طبيعي وملهوش اثار جانبيه. يعني الترخيص او ختم النسر ده بيدعم لك ثلاث حاجات. اولا تبقى متاكد ان المواد الفعاله طبيعيه فعلا، المواد الفعاله اللي بقولها موجوده في الكبسوله لانها بتعدي على مراحل كتير من التحليل. التركيزات كمان بنفس التركيزات اللي موجوده في بيان التركيب، في الفورمولا، في الاكتيف انجريدينت اللي موجوده على العبوه. كمان اتجربت على فئه عمريه وفئه كبيره من متوسط العمر، ودي اهم حاجه ان هي تم تجربتها بالزبط. طب انت قلتي لي بقى دلوقتي ان الكورس بتاعنا فيه عروض وفيه حاجات حلوه، طب ما تقولي لي كده، يعني انا مستنيه، عايزه قولي لي كده. عايزه اقول لك انا دايما بخش كده عارف اللي هو ايه ده، ايه العرض ده؟ خصم 70%. طبعا اقوى عرض معانا النهارده، احنا عندنا عروض على كل الكورسز، بس احنا دايما كنا بنقسمها كورسات علاجيه. كورس الثلاث شهور خصم 70%. مش بس كده، في هدايا، كورس عليه كورس، كورس التخسيس عليه كورس البشره هديه. ايوه قولي لي كده، سكراب البشره هديه، صابونه حب الشباب وعلاج البثور السوداء والبقع الداكنه والحفر برضه هديه، يعني كورس عليه كورس وخصم 70% بلس كمان الشحن مجانا والمتابعه مجانيه. هو ده الكلام بقى اللي يعجبني. يعني عايز اقول لك بقى، يعني دلوقتي يا جماعه الكورس معاكي في العروض الجميله دي كلها، طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ على طول تتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف تقدري تطلبي الكورس ويجي لك لحد باب البيت. هيقول لهم ازاي؟ الشحن مجانا والمتابعه مجانيه، واهم حاجه ان المتابعه عندنا مجانيه وان الشحن مجاني، والمتابعه كمان مع فريق طبي، لان في ناس كتير بتبقى متخوفه، بيبقى عندهم مشاكل في امراض معينه او عندهم كيس مختلفه عن التخسيس. الفريق طبي مدربين على اعلى مستوى، واخدين كورسات في التغذيه العلاجيه في مصر وبره مصر، وتابع الجمعيه الاوروبيه الامريكيه للتغذيه العلاجيه ولعلاج السمنه والنحافه والانقاص الوزن، فعندهم ميديكال باك جراوند انفورميشن عاليه جدا وكبيره، تقدروا تستشيريهم في اي مشاكل صحيه انتم بتعانوا منها، هوجهوكم للطريق الصح. كان عايزه اقول لك يا شيف ساره، في واحده كان عندها مشكله مرض مناعي، هي ما كانتش عارفه السبب ايه، مجرد انها بعتت التحاليل قالوا لها انت عندك مشكله مناعيه، انت هننزل في الوزن، لان احنا مش بندي كورس وخلاص، احنا بنعرف الحاله الصحيه ايه وايه المناسب وايه اللي مش مناسب. احنا موجود معانا اكتر من كورس، في كورس 70%، في كورس 50%، في كورس 40%، ايه يناسب ده وايه يناسب ده وايه يناسب. مش اي حد يتكلم لا انت عايز كورس 70%. في ناس بتبقى عايز تخس 5 كيلو فقط، عايز تخس 7 كيلو فقط، في ناس نزولهم بيكون صعب، فبيبقى معاهم لود وستراس كمان على الدكتوره او الخبيره او الاخصائيه اللي بتكون متابعه معاها عشان تنزلها في الوزن ده. في انا بسمع عن تحديات، ده في ناس بتقول لهم قبل ما تطلب الكورس انا بتحدى، وبيتحدوهم وبينزلوا صح. فزي ما قلت لكم لا ما شاء الله بجد الموضوع حلو قوي. كملي لي كده بقى. انا عايزه اقول لك ان في بيشنت مريضه من يومين بالظبط، لقيتها بعتك، يعني هم بعتوا لي فويس ريكورد فريق طبي، انا قلت لهم ايه ده، يعني داخله عندي هي دافعه فلوس الكورس ثلاث شهور، عملت لها يعني انا اكل اي حاجه يا دكتوره، يعني يا دكتوره ناكل اي حاجه، قالت لها هتاكلي انت مش هتقدري مع الكبسوله ان احنا هنسد الشهيه معاك، طب يا دكتور انا هاكل كل يوم سكريات ولو ما نزلتش في الوزن انا هرجع لكم المنتج. بصي انا قعدت اضحك فويس ريكوردات، عايزه اقول لكم انها خست 3 كيلو في اسبوع واحد، هي بقى لها اسبوع وبتقول ايه انا داخله معاكم عندي انا كل يوم باكل سكريات غصب. بصي بس هي انا مش مع كده خالص،
وبقول برضو يا جماعه على الهواء انا مش مع كده خالص. الكرسي عشان يجيب نتيجه فعاله نقلل السكريات تماما ونقلل المقليات على قد ما نقدر عشان يجيب النتيجه الفعاله. انا عايزه اقول لك هي كانت بتاكل كميه صغيره ما بتقدرش. ايوه صح. الكبسوله سد شهيتها فبتاخد كميه صغيره، فمهما عاندت مع نفسها خلاص انت مش هتقدري تاكلي اكتر من شهيتك. احنا هنا دايما بنتكلم ان احنا ايه يا دكتور ساره؟ ان احنا اسره واحده. صح. انت دلوقتي جايبه كورس ودافع فيه مبلغ، اي نعم المبلغ الحمد لله كويس جدا، واي نعم عندنا دايما عروض، بس انا عايزاكي تستغلي اكبر قدر. انت معايا كبسوله دلوقتي استغليها، انك تعملي ايه؟ كلي من اكل البيت كله، عامله رز وكوسه، عامله مكرونه بشاميل، عامله اللي انا بقوله لك اعمليه بجد، عامله مكرونه بشاميل، عامله جلاش، اللي انت عاملاه، بس هتلاقي نفسك بتاكلي كميه صغيره، لكن نبعد قدر المستطاع عن المقليات. قطعه البانيه بتاعتك اعمليها في الفرن، قطعه الفرن بتاعتك بلاش مقليات، علشان احنا شفنا بعينينا الناس، شفتي الناس، شفتي اللي خس 17 كيلو في الشهر واللي خس 15 كيلو وما شاء الله برضو كله بيخس، بس لما سالناهم قالوا ايه؟ كنا بنتبع مش دايت، معلش حرمان، النصائح اللي بتزود سرعه الحرق. ايوه اللي بيزود سرعه الحرق اكل كل حاجه لكن بكميات قليله. صح. يعني مش نمنع السكر ولا بنقول شوربه خضار بالزبط. ولا بنقول امنعي نفسك ولا احرمي نفسك خالص. انا قلت لكم انا امبارح عامله الحلو ده للولاد، والله العظيم اكلت قطعه وكلت قطعه كويسه، مش هقول لك قطعه كبيره زي في الطبيعي، لا انا شبعت قطعه قد كده، يعني هاتي الاربع صوابع دول هطلعها لك دلوقتي، قطعه محترمه اكلنا والله، قطعه صغيره والله زي الفل، بس انا عارفه اني هاكل حلو. وانا على غدا كنا عامله كفته مشويه، اكلت منها صباعين مع ربع رغيف عيش ولا نص رغيف عيش، انا شبعت واكلت. لكن انا عايزه اقول لك ان في واحده قابلتني بتقول لي انا باكل سمك مقلي على طول، هي بتحب المقليات، وانا نزلت بس 6 كيلو. طب انت احمدي ربنا ان انت ما تخنتيش، ده انت واحده غيرك تتخن 20 كيلو في الكورس، صح ولا ايه؟ ده طبعا، يعني انت بتتكلمي في مقليات، مقليات يا دكتور، ودهون وزيوت. وطبعا فيها نسبة نشويات برضه، وخست ما شاء الله، يعني الكورس بتاعنا مفيش بعد كده. ايه رايكم بقى دلوقتي ناخد معانا مدام صفاء؟ الو الو، السلام عليكم يا مدام صفاء. ازيك يا مدام ساره، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله والله كويسه. ايه عايزه تخسي ولا ايه؟ لا انا خسيت الحمد لله يا شيخه. والله انا خسيت ما شاء الله. كنت كام كيلو بقيتي كام؟ كولي قولي كده. لا انا وجوزي اهو بيقول لك احنا خسينا اهو. سامع جوزها؟ جوزها بيقول هي خست اهي. بيقول ايه؟ بيقول والله خسيت. بيقول لك احنا خسينا كتير قوي، احنا خسينا كتير قوي. الواضح ان العيله كلها دي، الاسره عامله دايت، الاسره كلها ماشيه على كرسي الانسولين، شكلها خدت عرض وراحت. لا الصراحه ربنا جميل والله، جميل قوي والله. يا بشكر الدكتوره حنان، وبشكر الدكتوره ساره، وبشكر الدكتوره ما وكلهم والله العظيم، يعني الحمد لله يا رب كلهم يعني كويسين والله العظيم. خسيتي قد ايه؟ يعني انا خسيت والله، انا خسيت يجي 50 كيلو يا دكتوره. ما شاء الله. انا كنت 140 اصلا. ما شاء الله. خدته في والله كنت 140 وجوزي خس 37. ست شهور خسي، بتقول لك خسيت 37 كيلو. 37 كيلو في قد ايه؟ جوزي اللي خس 37، انا بقى خسيت 50، انا كنت 140. ما شاء الله. انت اخدتيه بقى لك قد ايه فتره بتاخديه؟ انا خدته 9 شهور. ما شاء الله ما شاء الله. بس وجوزي خده 6 شهور. ما شاء الله. طب حرمتي نفسك من الاكل اللي احنا بنتكلم فيه بقى، كنت بتاكلي ايه؟ لا انا والله العظيم باكلت كل حاجه قسما بالله، ما حرمتش نفسي من اي شيء اصلا. بس الكميات مختلفة طبعا يا مدام صفاء. كل حاجة بناكلها. نعم. جوزها عايز يخش المكالمة. بس انت كنت بتاكلي الأكل اللي انت بتحبيه كله، بس الكميات كانت أقل. الكبسولة كانت بتسد الشهية. أيوه هي كميات، أنا باكل كميات قليلة بس باكل كل حاجة والله باكل كل حاجة. يا حبيبتي ربنا يفتح نفسك دايما يا حبيبتي. والله العظيم الصراحة منتج جميل والله العظيم. أنا بنصح أي حد. طب كنت بتدوخي بتتعبي؟ لا 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 والله، ده انا والله العظيم رجليا كانت وجعاني، رجليا خفت والحمد لله، بمشي وبجري وبقضي طلبي، انا وحدانيه في البيت وما بقعدش والله خالص دلوقتي، وبيديني نشاط اصلا ان انا اتحرك. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. والله صراحه امسكي الخشب بقى، امسكي الخشب. ها؟ امسكي الخشب. والله العظيم يا ابله ساره اقسم بالله، انا الناس بتجيني هنا ويقولوا لي اطلبوا لنا الكرسي اللي انت خسيتي عليه ده. شكرا ليكي يا مدام صفاء، شكرا ليكي وبرافو يا حبيبتي، وربنا يثبتك. وانا مستغله 50 كيلو في 9 شهور، وجوزها كمان ما شاء الله متحمس جدا وخس 37 كيلو. بجد يعني مكالمه حلوه وكلها طاقه ايجابيه،
ودفع واراده للناس اللي بتتفرج لما يسمعوا ان بيت شفتي كامل. شفتي الفتره اللي بتتكلم بيها؟ شفتي الفتره؟ ست بيور قوي بجد. بقول لكم ايه، ما تيجوا كده زي ما شفنا مدام صفاء وجوزها، نشوف كده بعض الحالات اللي خست معانا. لطيفه قوي. لا وجوزها، جوزها عايز يشارك في المكالمه. نزلت والله، نزلت 37 كيلو. يلا بينا نشوف الحالات. معانا اول حاجه، اول حاله كان 85 كيلو بقى 50 كيلو، 65 كيلو، خس 20 كيلو في شهرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، احنا الكورس بتاعنا مكسر الدنيا ومزلزل الزلازل، وما شاء الله ما شاء الله يعني محقق نتائج هايله. الاموره دي كانت 100 بقت 83. طبعا انتوا شايفين نفس الاوت فيت اللي لابساه هنا، لابساه هنا بس طبعا اختلاف ان هنا ما شاء الله يعني كانت ايه وبقت ما شاء الله ايه. ربنا حياتي يثبتك وتكملي. خست 17 كيلو في شهرين. لا انا الحلقه دي عجباني قوي يعني بجد يا مدام صفاء، مكالمتك نزلت في قلبي. بصوا كمان الاستاذ كان 89 بقى 70، خسر 19 كيلو في شهرين. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ انا احنا مش محتاجين نتكلم على فكره. أوه. انا شايفه ان انا بقعد اقول لكم مواد الفعاله وانه كورس مرخص انا محتاجه ان انا اقول بجد الله اكبر على النتائج. نتائج العمليات الجراحيه ما وصلت لهاش. ايوه كبسوله طبعاً. انا عايزه بس اكد يا شيف ساره، دي كبسوله. انا في ناس بتقول لي ايه، هو الكورس كم منتج، هو انا هاخد كم نقطه من النقط وكم مش عارفه ارسم قبل وبعد. احنا ما عندناش نقط اصلا. ايه ده، احنا ما عندناش الكلام. انا بسمع كلام يقولوا لي اصل احنا مشينا على كورسات كان فيها 5 و6 منتجات، ده هي كبسوله واحده بس قبل الفطار. ايوه صح، المنتج مرخص، منتجات كلها طبيعيه، مواد فعاله طبيعيه لكن محطوطه بتكنولوجي نانو بتركيزات عاليه اللي بتفيد الجسم وبتزود سرعه حرقه وبتسد الشهيه وبتخسس في الوزن وبتحرق من دهون اللي موجوده في الدم والمخزونه. حلو قوي الكلام ده بصراحه. حلقه النهارده مدام صفاء وزوجها اخذوها في حته ثانيه خالص. بقول لكم ايه، ما تيجوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الكلام الجميل ده. فاصل ونواصل. احلى حاجه بحبها كده، عارفين الحاجات دي بتبقى موجوده عند العطارين ب 12 جنيه وب 10 جنيه تعيش معاكي بقى كتير جدا، لما تاخدي منها شويه صغيرين كده وترصي بقى كده وترشي. يعني تقريبا خدنا شويه بربع جنيه بجد والله، خدنا شويه بربع جنيه، خلوا شكل الطاجن في حته ثانيه خالص، زي بالظبط كده مدام صفاء لما خدت الحلقه وخدتنا في حته ثانيه خالص. انا مش هنسى المداخله بتاعك ابدا، ومش هنسى قد ايه زوجك ما شاء الله كان متحمس. فاكره انت معايا في المكالمه عمال يقول والله خسينا، انا نزلت 37 كيلو مبسوط، وهي نزلت 50 كيلو. احنا قلنا انا افتكرت هي عايزه توصل مثلا في الوزن 50 كيلو زايده 50 كيلو، لكن ما شاء الله انا انبهرت جدا بصراحه بالمكالمه اللي كانت قبل الفاصل. ربنا يبارك لك يا مدام صفاء وتتهني بصحتك، لان كانت احلى ما في المكالمه انها نزلت 50 كيلو وقالت انا كان عندي مشاكل في المشي وفي الغضاريف وكان عندي مشاكل في المفاصل نتيجه زياده الوزن. فده دايما اللي احنا بنقوله، ان احنا بنقول ان السمنه هي مشكله 80% من الامراض المزمنه زي ارتفاع ضغط الدم، ضعف عضله القلب، ارتفاع تريجليسرايد الكوليسترول، ظهور التكيسات الدهنيه على المبايض، تاخر حلم الانجاب للبنات، التهاب المفاصل، في ناس بتغير مفصل وبتغير ركبة نتيجة زيادة الوزن. فهي ما بتقول أنا ما كنتش بقدر أمشي، هي كانت معرضة لأن هي يكون عندها مشاكل في خشونة والتهاب في المفاصل. لا وواثقة فينا، وثقت فينا، وإحنا الحمد لله يعني اللي بيثق فينا دايما إحنا قد الثقة دي. عشان كده إحنا معاكم. يعني بصوا يا جماعة، في مصداقية جميلة جدا، وما شاء الله إحنا في بينا لينك بينا وبين المتابع، لينك بينا وبين المشاهد، إن لا الكلام اللي إحنا بنقوله حرفيا صح. أنا دلوقتي باجي بقول لك إيه، لا الكورس بجد بتاعنا آمن مصرح من وزارة الصحة، الدليل أهو الناس اللي خسرت معانا اهي. لا بجد الكرسي بتاعنا ما شاء الله يعني خارب الدنيا. ده كفايه مكالمه مدام صفاء هي وجوزها بصراحه، ربنا يعني يبارك لهم ويسعدهم في سعاده. وكم انا نفسي كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي كانت متابعانا من اول الحلقه ويكون سمعت مدام صفاء وجوزها. اللي ما لحقش يتفرج ويسمع مداخله مدام صفاء لازم يرجع
لازم يرجع لنا على البيج بتاعتنا وان دايت ودايت لايف وكمان مطبخ البلد، هتلاقوا المكالمه، ده المكالمه دي لازم تتقص وتنزل. صح، لازم بصراحه صح، لان يعني في ناس بيقعدوا يشككوا يقولوا انتوا بتحطوا اي صور، بتعملوا اي ريفيوهات. طبعا دي ناس وقصص حقيقيه. مدام صفاء قصه من بطل من ابطال كرسي الاناسيليم، هي بطل ما شاء الله، بطله وفي نفس الوقت ما شاء الله عندها اندفاع كده، ستة منتفعه ومبسوطه، طاقه ايجابيه 50 كيلو. انت عارفه 50 كيلو يعني ايه؟ هي الطاقه الايجابيه بتاعتها وزعتها على الاستوديو كله. يعني اعتقد كل المشاهدين دلوقتي اللي قاعدين على الكنبه هم انبسطوا، او ممكن يكون مثلا مكالمه مدام صفاء ادت دافع لناس كتيره عايزه تقدم على خطوه انقاص الوزن وعلاج السمنه بس متخوفه. الجميل قوي كمان ان الكورس بتاعنا مش بيتارجت فئه معينه، يعني مثلا مش للناس الاي كلاس قوي اللي هم خلاص بقى تمام كده فاحنا نقدر نشتري اي حاجه، لا الكورس بتاعنا في متناول الجميع، اي حد يقدر يشتري. بالعكس ده بيوفر، ولا بقى مروح عند الدكتور ولا رجوع من عند الدكتور ولا اي حاجه، ولا بقى علاج كبير ولا عمليات ولا اي حاجه. الكورس بتاعنا حاجه بصراحه من وزاره الصحه وعرضها الدكتور هتفكرنا بيها دلوقتي، خصومات بقى. احنا طول السنه عندنا راس السنه وطول السنه عندنا وايت فرايداي. الثلاث كورسات، كورس الثلاث شهور عليه خصم 70%، هيوصلكم ثلاث منتجات تخسيس، كل شهر بناخد منهم منتج، كبسوله واحده بس يوميا قبل الفطار بربع ساعه او نص ساعه، تشربي عليهم ثلاث اربع كوبايات ميه. ان انا هنا بنشط المواد الفعاله تكوين ماده الجيلاتين عشان اسد الشهيه ويبقى عندي احساس الشبع لاطول عدد ساعات في اليوم. هيوصلكم كمان معايا كورس البشره هديه، والشحن في جميع جمهوريه مصر العربيه مجانا، المتابعه مجانيه مع كل الفريق الطبي على مدار 24 ساعه، بنرد على ارقام التليفونات او على صفحتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. حلو قوي الكلام ده، ويا جماعه دلوقتي عايزاكم تستغلوا العروض الجميله دي. عروض بس؟ ده احنا عندنا عروض، خصومات وهدايا وهدايا وشحن مجانا وتوصيل مجاني ومتابعه، مفيش بعد كده. صح، ايه رايك بقى ناخد ريفيوهات اللي بتبين قد ايه انتوا بتتعبوا بجد؟ يعني بجد بتتعبوا قوي، بنفضل ولا ناس؟ برغم يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي بقى في ضغط كبير، كل ما الضغط بيكبر كل ما بيكون معانا الجروب بتاعنا بيكبر اكتر واكتر، وبنضم لينا دكاتره جداد واخصائيه جديده عشان ما شاء الله تواجب تواكب تواجب كلمه الواجب في بالي ليل ونهار. الواجب الهم ما تفكرنيش هنعمل ايه. يلا خلينا دلوقتي في الحلقه. المهم فلازم طبعا نواكب الناس اللي معانا ونواكب الكميه اللي معانا ما شاء الله، ونرضي جميع يعني الناس كلها تبقى راضيه عننا. بصوا بقى معانا اول حاله بتقول لك النهارده ومش مصدقه بجد، 115 معقوله اخس 5 كيلو في اسبوع؟ ما شاء الله ما شاء الله، دي قريبه مدام صفاء. بص الارقام دي والنتائج دي والوقت السريع ده بجد انا بحيي الناس، لان هما في ناس عندهم اراده كمان، كبسوله بتديهم سد شهيه وهما يبتدوا ينظموا حياتهم وينظموا السعرات الحراريه وينظموا اكلهم. إيه ناس تقول انا اكلت طبق السلطه وشبعت، شربت الشوربه وشبعت، اكلت حته البروتين وشبعت، ما هو ده التمثيل والغذائي وده الصح، ده الطعام الهيلثي. صح صح جدا. يعني الكبسوله بتعمل ايه؟ بتخليكي مش قادره تاكلي، فانا مش قادره اكل، طب ناولوني حته بانيه مقليه بقى وبفعيش فينو، هتخسي. ما انت مش هتقدري زي زمان تاكلي قطعه واثنين وثلاثه ورغيفين وثلاثه، هتاكلي هو رغيف واحد، لكن مش هتخسي زي ما تكوني بقى ايه؟ اخدتي بقى معلقتين رز مع كده معلقتين ثلاثه بسله، حته لحمه وركي فرخه، تلاقي نفسك والله ولا تقدري تكملي الكلام ده كله. صح، مش بنقدر. صح، يعني هم دايما عايزين نقول معلومه شيف ساره، نبتدي بايه؟ صح، في ناس بتفتكر انها ابتدي بالنشويات. صح، في ناس بتفتكر ابتدي بالبروتين. هنبتدي منين؟ اول حاجه طبق السلطه. صح، اول حاجه عشان الفيتامينز والمعادن وعشان المواد الفعاله اللي موجوده في الفيتامينات وفي الخضار والفاكهه، الكلوروفيل، الكروميوم، الزنك، الالومنيوم، الكوبر، الحديد، الاير، كل ده مهم لتنشيط الغده الدرقيه، فببتدي انشط الجسم عشان يحرق. انت عارفه عشان كلامك ده هعمل لكم حلقه لشويه انواع سلطات بعد اذنك، لازم اجي الحلقه دي. عيني انا عايزه اقول لكم ان انا طول عمري ماليش في السلطه، انا بقى هعمل لكم حلقه هعمل لكم فيها شويه اصناف لسلطات يعني تموتي فيها كده وتعشقيها، وبرده بطريقه اقتصاديه. يلا بينا على ريفيو تاني. يلا بينا. معانا مساء الخير، انا ابتديت اخدت الكورس من 11 يوم بالظبط، خسيت فيهم 5 كيلو وحقيقي مش مصدقه نفسي من الرقم الكبير اللي نزلته في الوقت القليل ده، واول مره اصدق اي اعلان يخص التخسيس بعد معاملتي معاكم وتجربتي الرائعه في اخذ الكورس، شكرا من كل قلبي. ايه الكلام الحلو ده؟ انا مبسوطه بكم الكيلوات اللي بتنزل، يعني دايما بنقول
افضل النتائج في اسرع وقت. دي اهم حاجه انت كشيف ساره مستنياها، انا كدكتور ساره مستنياها، المشاهد اللي بيتفرج اللي زايد في الوزن دايما يقول لي امتى في قد ايه. دايما معايا مفاجاه ايه، جت حالا دلوقتي من الكنترول مدام صفاء بعتت صورتها على الواتساب. اه يعني هي بعتت الصور وهيبعتوها لنا دلوقتي حالا. طب حلو قوي، ايه رايك بقى في الكلام ده يا بص؟ احنا مدام صفاء النهارده هي سبونسر الحلقه. فجرت مفاجاه النهارده. طب ايه رايك بقى تكمل لنا العروض لحد ما الحلقه تجل، الصوره تجل؟ الصوره تمام. احنا عندنا ثلاث كورسات، في كورس الثلاث شهور خصم 70%، وده الكورس الاكبر عشان الناس اللي زايده من 25 كيلو فيما فوق. كورس الثلاث شهور استفادوا، كورس عليه كورس كمان، البشره هديه والشحن مجانا. كورس الشهرين خصم 50%، هيوصلكم اثنين منتج تخسيس وكبسولات فيتامين د وكريم شد الترهلات. وبقول دايما الكورسات والهدايا بتاعتها كل المنتجات مرخصه من هيئه سلامه الغذاء ومرخصه من هيئه الدواء المصريه، يعني مرخصه من وزاره الصحه بتطمنا. والاختار دايما بيبقى معانا ختم النسر معانا عشان اسم المنتج طبعا وطريقه استخدامه، وانه بياكد انه مواد فعاله غير متعارضه مع اي منتج او اي ادويه انا باخدها، او حتى لو كبير في السن او حتى صغير طفل عنده 12 سنه اقدر اتابع الكورس دوت او اخد الكبسوله. وطبعا الدهون بقى العنيده المعقده اخر 5 6 كيلو حتى 10 كيلو كورس الشهر الواحد اللي هو الانسيليم خصم 40%. ايه الكلام الجميل ده وايه العروض الحلوه دي؟ 70 50 40% وهدايا وخصومات، في كده؟ لا بجد في كده، ان احنا بننزلي في الوزن وكمان بنظبط الشعر والبشره معانا. واهم حاجه كمان التكلفه، ان صح. كل واحد بيقول لي حلو الكلام ده ان احنا بننزل 40 كيلو، والله ريفيوهاتكم حلوه وعلى عيني وعلى راسي، سعركم كام بقى؟ دايما الناس تقول طب بكام بقى؟ ولا اي حاجه. طب احنا دلوقتي عايزين نطلب الكرسي الجميل ده اللي دكتور ساره بتتكلم عنه عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق صفحتنا وان دايت ودايت لايف، تقدري تطلبي الكرسي ويجي لك لحد عندك. وقت الحلقه خلص بسرعه جدا جدا، وطبعا الحلقتك كالعاده بتبقى جميله جدا وبتخلص بسرعه جدا جدا. نورتيني يا دكتور ساره وشرفتيني، واستنونا بكره في حلقه تحفه معانا ضيفه تجنن، وكنتم مع مطبخ البلد.